حسام سهير تفضلوا لعندي. نعم استاذ. يا جماعة الخير، نحن عندنا حالة استنفار قصوى، بدي اياكم تفتحوا لي عيونكم منيح وتسهروا على شغلكم 24 ساعة على 24. يمين يشوفكم يمين. اوكي؟ اوكي استاذ. اعتبرنا جاهزين 100% استاذ. ايه لا تنظر كثير، لا تنظر كثير استاذ. وهذا جدول الاقتصادي للمشروع. شو هال؟ شو هالحكي؟ مو معقول امتى لحقتي تطبعي يا عفريتي؟ مو انت قلت لي انه مستعجل كثير عليه، امبارح ما نمت الليل وانا عم اشتغل فيه. شو هالموظفة هي؟ شو هالإنسانة هي؟ على فكرة أنت نموذج للموظفة المثالية. ذكرني حسام، بس تجينا دفعة السيارات الأولى نحسب حسابها بسيارة مدللة لسهير، مكافأة لها على جهودها. أستاذ وهي الكتالوجات والبروفورما تبعها كمان. يا عيني عليك، لحقت بهالسرعة لك حسام. ما بدي ذكرك أستاذ، تحسب حسابي مثل سهير يعني. شو؟ بسيارة يعني؟ ان شاء الله بنحكي بالموضوع، تفائل بالخير على كل. انا فايت اختي لي بنفسي جوا، رجاء لحدا منكم يزعجني. اوكي هذا طول اجتماعه مع حاله. انت ليش مقهور؟ انا مقهور؟ ايه؟ انا ما حدا بيقدر يقهرني ابدا. ايه واضح. لكن ليش صار لك ساعه بالغرفه عم تروح وتجي ومعصب؟ معصب من انانيته للاستاذ امجديكو، لانه ما بحب غير حاله بس. مع العلم اني انك انت اللي امنت له هالمشروع. خلصني حسام، امني من هالقصه هاي. لا ريحك منها، بس قولي لي وطمني بالي وريحيني بقى. شو بدك يعني اقول لك؟ يا ترى بيحسب حسابي بالسياره مثل ما قال؟ حيحسب حسابك بالسياره؟ انت ادرى. انا من جهتي ما بدي شيء، انا بيطلع لي شوفي تجاريا واداريا وقانونيا حتى لو نسيني. صحيح معك حق. حاضر استاذ. شفت شلون ما نسيك وبده اياك تفوت لعنده؟ انا متوقع هالشيء. اي لا واضح انك متوقع. فوت لعنده بسرعه ما يطلع خل... فوت فوت. حسام حبيبي. نعم. هلا انت متاكد انه الارقام الموجوده هون بالبروفورما مزبوطه؟ استاذ انا درستهم دراسه كافيه ووافيه، مزبوطين على الميلي. ايه معناها باشر فورا واتصلنا بالمفتاح، خلينا نباشر يلا. بس المفتاح مصدي. شو قصدك يعني مصدي؟ يعني بده شويه زيت لحتى يفتح لنا القفل. ما عم بفهم عليك. استامي تعرفك استاذ، هذا من كتر مصاير عليه ضغط بزبونات عامل لحاله تسعيره. فهمت عليك. وقديش يعني ديته لهالمفتاح؟ 100. موافق فورا. عليم الله اذا عزمناه على فنجان قهوه بكلفنا اكثر من هيك. انت شو قصدك بالمية؟ 100 ليرة يا استاذ. شو بنا مشروع بده يدر عليك ملايين، يعني في ما فتح ورزق مفتاحه بس 100 ليرة. لكن قديش مفتاحه؟ 100,000 ليرة وللمرة الأولى. هذا بس ليش في مرة ثانية؟ لكن حبيبي تانية وتالتة ورابعة ليزبط المشروع. طيب تركني شوي احسبها هيك مع نفسي. يا استاذ ما بدي حساب محسوبة، إذا بدك يلا نبعت نجيبه، بدك ولا لا؟ ومين قال لك إنه أمجد ما رح يفتتح الصالة؟ معناتها الشغلة بدها بلاوي زرقاء. نعم؟ قصدي يعني مصاري كتير كتير. إيه أنت مستقلة فتح صالة طويلة عريضة؟ ليش انتي مفكرة انه مجودة ما معه سيولة يعني؟ لا بس لا متخير كنت قبريني بس يعني. شوفي نظيرة، امجد لو ما كان قد هالشغلة ما كان فكر فيها منوب. فهمتي؟ انا سفرير. نعم نعم. شلون الاجواء جوا؟ بتطير دبنات العقل. لسه هلا وصل موافقة للاستاذ امجد بفاكس. فاكس شو؟ لسه ما دفعنا الزيت للمفتاح. شو بيعرفني؟ اجا انه هو موافق لحضور عشاء عمل بيت الاستاذ امجد. يا حبيبي معناته عندي روحة تانية على المالية. لسه هلا وصلت من المالية. بعدين بحكي لك، بعدين بحكي لك. ادخل. أهلا حسام. مرحبا أستاذ. تفضل هي مطلوب. تفضل أستاذ. هذا متفقين عليه ليكم كلهم. مجدولين جدولي على فكرة. حسام منظم كثير. ومشان ما تقول عم نغشك نحن، لأنه من غشنا ليس منا. ما؟ نعم. ليه؟ هون خلص تصنيفهم. نعم. ليش جايب فئة ال 500؟ بدك ما تأخذني يا استاذ، صدقني ما لقيت فئة ال 1000، بس بوعدك بالتزييت الثانية بيكونوا كلهم من فئة ال 1000 إن شاء الله.
بس مثل ما استلمت حضرتك استاذ بدك تسلمنا لما بتفحص الاضباره بالاول. طب هي الاضباره بين ايديك، بس نحن يعني حكيانين ومتفقين، صرنا عم نحكي من الصبح ما هيك. هي كرت حسابات المعلم.